السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة المهندسين الوطنيين. معكم المهندس حسين الفيسي وجولة جديدة من جولاتنا في العاصمة الإدارية الجديدة. النهاردة 3 يناير 2022، حاليا أنا في حي الوزارات في العاصمة الإدارية الجديدة. طبعا العمل على قدم وساق هنا في المكان اللي احنا موجودين فيه، لأن خلاص الوزارات المفروض ان هي اليومين دول بتتنقل تباعا كده. طبعا زي ما قلنا لحضراتكم، وزارة الكهرباء اتنقلت، وزارة المالية اتنقلت، وزارة الأوقاف اتنقلت، كل يومين كده بنسمع ان في وزارة جديدة اتنقلت. زي ما حضراتكم شايفين كده المنظر جميل جدا، اللاندسكيب طبعا فرق في المكان. لما كنا بنصور هنا وكانت الارض دي صحراء، كانت الناس بتسالنا فين اللاندسكيب، هي هتفضل صحراء كده؟ لا، زي ما حضراتكم شايفين كده لاندسكيب موجود، بداوا يشتغلوا فيه، المنظر اتغير تماما، بقت المكان شكله جميل جدا. طبعا هنا الاف العمال، الاف المهندسين، الاف العمال والمهندسين موجودين في المكان شغالين هنا. درجة الحرارة على فكرة النهاردة 18 درجة مئوية، لأن حد من المتابعين سألني وقال لي يعني احنا سمعنا إن درجة الحرارة عندكم يعني 10 درجات و9 درجات، لا الجو كويس، يعني الجو جميل زي باقي مصر، زي ما بيحصل الطقس في مصر زي ما حضراتكم عارفين، يعني معتدل، مش برد قوي ولا حر قوي. زي ما حضراتكم شايفين كده، ده كده اللاندسكيب قدام الوزارات. طبعا مساحة الوزارات 360 فدان، مساحة حي الوزارات 360 فدان. دي كده وزارة التعاون الدولي، زي ما حضراتكم شايفين في الصورة كده، دي وزارة التعاون الدولي. بعدها على طول وزارة القوى العاملة، على طول في نفس المربع بتاعها. طبعا الوزارات متقسمة بلوكات كده، بلوكات أو مجمعات، كل مجمع عبارة عن 150,000 متر مربع. كل مجمع او بلوك بيضم عدد من الوزارات. زي ما حضراتكم عارفين الحي كله، حي الوزارات 360 فدان. دي كده وزارة التجارة والصناعة، زي ما حضراتكم شايفين في الصورة، ده كده وزارة التجارة والصناعة. كان حد سألنا على وزارة القوى العاملة، اللي هي كانت في الصورة على طول قبل وزارة الصناعة والتجارة على طول مباشرة. وزارة الإسكان اللي هي قصاد وزارة الصناعة والتجارة مباشرة، اللي ظهر في الصورة في الاتجاه الثاني من الصورة. ده كده مجموعة من الوزارات. هنخش بلوك من البلوكات اللي احنا بنتكلم فيها، او مجمع من المجمعات. زي ما حضراتكم شايفين في الصورة المبنى، احنا قول زي ما قلنا قبل كده على الطراز المصري القديم او الطراز الفرعوني القديم. زي عاملة الوزارات كلها شبه المعابد، تعتبر عاملة زي المعابد كده. طبعا هنا المساحات الخضراء كبيرة، وفي نوافير للمية، في لاندسكيب كويس، المكان كويس جدا على فكرة. ولما ده مسجد مصر في الصورة، زي ما حضراتكم شايفين في الصورة كده، ده كده مسجد مصر. طبعا الأسطح بتاعة الوزارات كلها متغطية بألواح الطاقة الشمسية، عشان الناس تبقى فاهمة برضو. كل المجمعات او كل وزارة من الوزارات زي ما حضراتكم شايفين كده في الصورة، فوق منها السطح بتاع الوزارات كلها متغطية بألواح الطاقة الشمسية. في النص كده، في الممر اللي احنا ماشيين فيه، لو مش كملنا للاخر كده هتشوفوا، هتلاقوا فيه نافورة كبيرة على شكل هرم في قلب الوزارة، في قلب المجمع. هنحاول ان احنا ندخل اي وزارة من الوزارات دي كده، ان شاء الله ان ربنا يوفقنا نعرف ندخل ونشوف الدنيا من جوه شكلها عامل ازاي. زي ما حضراتكم شايفين الارض طبعا كلها كانت صحراء في يوم من الايام، كانت الدنيا فاضية هنا خالص. بسم الله ما شاء الله الدنيا اتحولت واتغيرت، والشكل العام بقى جميل جدا، والشكل اكتر من رائع على فكرة. الكاميرا حتى ما تجيبش روعة المكان. انصح الناس ان هي مثلا ايه، تجيب بعضها برضو، لو حد عايز يتفرج ويفرج اولاده، ممكن يجيب اولاده في يوم جمعة مثلا ولا حاجة، ويجي يشوف الدنيا هنا وصلت لحد فين. طبعا الاماكن دي كلها صورناها وهي كانت لسه فاضية خالص، ما كانش فيها اي حاجة. وكان في يوم من الايام الناس بتتريق على المكان ده وبيقولك فنكوش، وناس كانت بتقول ان مفيش حاجه هتتم، وناس بيقولوا ده بينصبوا على الناس وبياخدوا منهم فلوسهم، وناس تانية بتقول كان الفلوس ده عملوا بيها حاجه تانية. لا، لكن زي ما حضراتكم شايفين الوزارات دي شغال فيها ناس كتير جدا حاليا، لسه برضه لسه على الرغم ان المكان يعتبر خلصان بنسبه 90%، لسه في ناس كتيره جدا شغاله هنا، وناس مهندسين وفنيين وصناعيه اشتغلوا وفتحوا بيوتهم من المكان ده هنا، من الشغل هنا. شركات كبيره وشركات وطنيه كلها اشتغلت في المكان. الحمد لله الوزارات كلها تمت بايادي وبشركات وطنيه، مفيش شركه اجنبيه اشتغلت في المكان اللي احنا فيه ده خالص.
كل الشغل في العاصمة الإدارية الجديدة تم بأيد مصرية، ما عدا مكان واحد بس اللي هو منطقة الأبراج، طبعا شركة صينية هي بالتعاون مع شركات مصرية هي تمت الشغل فيها، يعني شركة صينية هي اللي تمت اشتغلت بس في العاصمة الإدارية كلها في منطقة الأبراج، باقي العاصمة الإدارية كلها تمت بأيد مصرية 100% بدون تدخل أي دعم أجنبية سواء مهندسين أو فنيين أو صناعية. زي ما قلت لكم الوزارات كلها فوق منها ألواح طاقة شمسية، طبعا في مولدات بديلة للطاقة داخل كل وزارة عشان لو حصل أي عطل مفاجئ لأي حاجة بيتم تشغيل مولدات الكهرباء. طبعا المكان كله فيه أجهزة مراقبة وكاميرات مراقبة في كل مكان في الوزارات، بالإضافة لأنظمة الفاير فايتنج سيستم والفاير ألارم سيستم. برضو كل الوزارات زي ما حضراتكم عارفين تحت منها باركنج الخاص للسيارات، لأن أكتر من حد طبعا سألنا عن موضوع الباركنج ده، كل حاجة متخططة هنا بدقة شديدة. الوزارات كل وزارة من الوزارات تحت منها البارك الخاص بالسيارات سواء للعاملين أو للجمهور اللي هيرتاد الوزارات هنا، فكل حاجة معمولة حسابها، لأن طبعا العاصمة الإدارية الجديدة مدينة من المدن الرابع الجيل الرابع في مصر، ده كده النافورة اللي موجودة في قلب المجمع اللي احنا موجودين فيه. زي ما حضراتكم شايفين المنظر جميل جدا، طبعا الرخام ده كله لسه هينجلي او لسه هيتلمع، يعمل له تلميع بعد كده قبل التسليم مباشرة. زي ما حضراتكم شايفين الوزارات شكلها فخم جدا، شكلها عملاق، عاملة زي المعابد الفرعونية على الطراز الفرعوني القديم. المكان شكله جميل جدا. هنا طبعا بعد مننا على طول مسجد مصر في الاتجاه ده كده، مسجد مصر الكبير في الاتجاه ده كده، ومنطقة الداون تاون قصاد مننا على طول مباشرة، وكمان الخط بتاع المونوريل. زي ما قلت لكم الاسطح بتاعه العماراتكو بتاعه الحي بالكامل، حي الوزارات كله بالكامل مغطاه بالطاقه الشمسيه، كلها الواح طاقه شمسيه، حتى الباركنج اللي عاملينه عند حدائق الشعب او حدائق القصر الرئاسي عاملين فيها باركنج شكله جميل جدا. الباركنج ده عاملين مغطينه كله الواح طاقه شمسيه، ان شاء الله هصوره لكم في فيديو تاني باذن الله تعالى. زي ما قلت لكم برضو ان شاء الله احنا مستمرين في متابعة الاحداث هنا، احنا مستمرين في تغطية الاحداث وتغطية زي ما حضراتكم شايفين كده فوق دي الواح طاقة شمسية فوق السطح بتاع المبنى. ان شاء الله تعالى هنستمر في تغطية الاحداث هنا وتغطية جميع المباني وجميع المناطق جميع الاحياء في العاصمة الادارية الجديدة. وعدتكم ان انا ان شاء الله هنزل الار 7 والار 8 ومنطقه المستثمرين علشان اخواتنا المغتربين اللي طلبوا مننا اكتر من مره ان احنا نصور هناك، فباذن الله تعالى هننزل ونصور هناك في الكومباوندات هناك على قد ما نقدر، هننزل نصور كومباوند كومباوند كده باذن الله تعالى، بحيث ان احنا نغطي كل شبر في العاصمه الاداريه الجديده. متابعين في العاصمه الاداريه هنعمل اكبر ارشيف للعاصمه الاداريه الجديده على قناه المهندسين الوطنيين ان شاء الله تعالى. احنا بدأنا من 2020 مع العاصمة، طبعا بدأنا متأخرين شوية بس أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي، يعني الحمد لله احنا برضو عملنا. أنا لما بتفرج على الفيديوهات بتاعت القديمة وأرجع أمشي في نفس الأماكن تاني بستغرب إزاي المكان ده كان صحراء وبقى بالجمال والشكل الكويس ده. الحمد لله في شغل كويس جدا اتعمل في العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة مش العاصمة بس، الدولة ما بتهتمش بالعاصمة بس، لا في اهتمام دلوقتي بالأرياف، في حياة كريمة، في توصيل للغاز في جميع قرى مصر على فكرة شغالين فيه، في محطات طاقة شمسية شغالين فيها في جميع في أكتر من مكان، في توصيل، يعني في أكتر من حاجة شغالين بقى في مصر فيها في مصر، بس الناس مش مركزة على غير على العاصمة الإدارية. كل ما حد يتكلم يقول لك العاصمة الإدارية، لا في حاجات كتيرة الحمد لله بتتعمل في مصر كويسة، وإن شاء الله هيبان نتائجها في الفترة قصيرة خالص. هنحاول إن احنا ندخل دلوقتي وزارة من الوزارات دي من جوه ونشوف الشكل من جوه عامل إيه، ونشوف الدنيا شكلها إيه من جوه. أنا متوقع إن شاء الله المكان هيبقى فخم برضه من جوه زي ما هو فخم كده من بره. بإذن الله تعالى الدنيا هنا تبقى أفضل وأحسن، وبنتمنى الخير طبعا لمصر باستمرار. دي ألواح طاقة شمسية هي برضو فوق العمارات فوق الوزارات زي ما حضراتكم شايفين كده، ده كده ألواح طاقة شمسية. كل المكان هنا مغطى، كل الأسطح بتاعته مغطى بالطاقة الشمسية بألواح الطاقة الشمسية. المجمع اللي احنا فيه ده فيه وزارة الكهرباء والطاقة،
وزارة البترول ووزارة الإنتاج الحربي، المجمع اللي احنا موجودين في قلبه ده. ده فيه 3 وزارات، وزارة الكهرباء والطاقة ووزارة البترول ووزارة الإنتاج الحربي. زي ما قلت لكم كل مجمع مساحته تقريبا 150,000 متر. موجود في العاصمة الإدارية 10 مجمعات خاصة بالوزارات، طبعا بالإضافة في بعض المباني الخدمية موجودة بخلاف الوزارات. يعني في أكتر من مبنى خدمي كده موجود في الوزارات، هم 34 مبنى موجودين، مباني وزارية ومباني خدمات. يعني حضراتكم شايفين المبنى، الشكل العام للمكان شكله كويس جدا وشكله يعني جميل جدا. قصاد حضراتكم كده في الشارع، المسافة الفاضية دي المسار بتاع المونوريل، يعني مسار المونوريل اللي ماشي قريب خالص من هنا، وهيكون في محطة قريبة خالص من الوزارات. زي ما حضراتكم شايفين الشكل العام. قدام حضراتكم على طول هنا الساحة اللي قدام رئاسة مجلس الوزراء، دي حديقة ممتدة من رئاسة مجلس الوزراء لحد البنك المركزي المصري. يعني في ساحة ممتدة أو حديقة ممتدة من عند رئاسة مجلس الوزراء. طبعا رئاسة مجلس الوزراء بتتوسط المباني الوزارية كلها، وعلى يمين رئاسة الوزراء وزارة العدل، وعلى شمالها وزارة الخارجية. حتى التصميم بتاع وزارة الخارجية وتصميم وزارة العدل شكلهم مختلف شوية عن باقي الوزارات. هنخش جوه كده ونشوف الدنيا. ده كده الأسانسيرات اللي جوه في الجناح اللي احنا موجودين فيه ده، 7 اسانسيرات. ده كده 7 اسانسيرات. طبعا في فاير الارم سيستم اللي هو اللي عليه علبة حمراء، ده فاير الارم، ده كاشف دخان. وفي سبرينكلر ده خاص بالرش الالي، لو حصل حريق لا قدر الله حصل حريق، السموك ديتكتور ده بيعمل فاير الارم كده، انذار لوحة بتعمل صوت او سرينة بتعمل صوت. ولو درجة حرارة زادت عن حاجة معينة الرشاش الآلي ده بيتكسر وبينزل مية اوتوماتيك، والمضخات الحريق بتشتغل. ده حاجة مخصصة لمكافحة الحريق. طبعا بالإضافة في كاميرات مراقبة موجودة في كل ركن وكل مكان في المبنى، بحيث يعني كل حاجة تبقى مراقبة بأجهزة مراقبة إلكترونية. يعني ده برضه ده كده الريسبشن بتاع المبنى اللي احنا موجودين فيه. زي ما حضراتكم شايفين الشكل كويس جدا. ده كده المبنى من الداخل، حبيت اصوره لكم برضو كده، يبقى انفراد لقناة المهندسين الوطنيين، حاجة كويسة جدا. لو حضراتكم شايفين الشكل العام كويس. دي كده اسانسيرات، كل جناح بيكون فيه 7 اسانسيرات. زي ما حضراتكم شايفين دي كاميرات مراقبة، يعني جايبة كل المكان من جميع الاتجاهات. دي كانت جولة سريعة كده في حي الوزارات، ياريت تكون جولة مختلفة وتعجب الناس. الناس ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل سبسكرايب للقناة. لو انت اول مرة تشوف فيديوهاتنا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان تجيلك اشعاراتنا بفيديوهاتنا ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.